بي يا حبيبي، خطر ببالي سؤال. هو معقول هلا البسي تكون بتعرف اسمائنا؟ البسي بتعرف اسماءنا؟ هلا هو انت مسميه البسي؟ ايه شو اسمه؟ زينه. طبعا تسميته، حتى تسميته جائز انه الواحد يسمي باسم للبسي او للقطه او للحصان او للجمل باسم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان مسمي الناقه اللي له عليه الصلاه والسلام، هاي واحد. شغله الثانيه، هي بتعرف اسماءنا؟ هلا في آية بالقرآن الكريم بتدل يمكن تعرف أسماءنا، الله أعلم، أنا ما بجزم، بس أنا بحتمل الأكبر أنه هي تعرف. شو هي الآية؟ قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. معناتها النمل عفان اسم مين؟ سيدنا سليمان، صح؟ صح. هذا بدل أنه حتى هني مثل ما قال رب العالمين أمم أمثالكم. سبحان الله العظيم.